أصلا. على زيني، على جمالي، على رزقي، على دماغي. بغيتي تسحروا ليا؟ ما كنت تسحرش انا ما كنت تسحرش. زيتي علاش غنسحرولك أصلا؟ الزبل علاش؟ علاش طاح طاح غنسحرولك حنا أصلا؟ معايا كيفاش باغاك تولي تجاوبها ياك؟ وقال لك كيفاش غتجاوبها على اللعابه؟ كيجاوبوا في التليفون شكون كيلعبوا. راك شارش ما خرجوش لعابة عندنا بعض المغاربة، كيكون لاعب وسط لونطري ما كتعيط ليه صاحب شو ولا مرتو كيجاوبو. علاش بونو ما كيجاوبش في التليفون؟ علاش كريستيانو ما كيجاوبش وقت لونطري؟ ما هي لونطري سي. اجي شوف معايا انتم ضربوا لي على هذا الجزائري. شوفوا الجزائر، شوفوا التيران كيدير. شوف شوف بقاو يهضروا على المغاربه. المغاربه راه بزاف عليكم. شوفوا 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 عيب الله القرعه. شوف هذا اش يوقع عليه في الماتش هذا. هاي اولي مشى. او واش يشدو ولا ما يشدوش؟ مشى 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 مشى. اولي كاين كاين كاين. ناضي 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 سير. مرحبا. الحياة، الحياة هي هنايا، تعيش في هاد البوادي وتعيش مع هاد الناس، تاكل معاهم ماكلة طبيعية، فهمتي؟ الحياة هو هنا. أنا في الآخر غنمشي لهنايا، نمشي نعيش شي بلاصة بحال هنا. يا سلام، والله حتى تعيش بيها بالله. شوف 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 شي يا سلام. ولكن هنا خسروا، داروا القبص بارك الله باش فيك. ياك، خسروا داروا الكابس. كون خلاو داكشي قديم، داكشي قديم كيكون زوين. ناضي هادشي عندهم. ناضي ناضي فيو اللعيبات. شوف هنا وريت في الشربه، وريت في الشربه. اشوف الحياة هو تهز لك صبا باش تمشي تصيد. تعلم الصبر، الصبر كيجي من الكسبه. اللي ما كيضربش لك الصبا راه ما صبرش. الصبر الكسبه. سير ضرب لي الكسبه مع راسك، تعلم الصبر. عطي عطي دير العبار، دير العبار، دير العبار، دير العبار. عندكم طيحوا، عندكم مشيو بحال هاد البلايص. هاد البلايص ما تمشيوش ليهم. سيروا واحد الرمله، هادو راه برو شويه، هادو فهمتي، هادو راه صياده واعرين. هادو ديروا بحالهم، راه تقدر طيح تجي علينا. شوف شحال فيه، شحال فيه؟ نقول لك انا بعدا شتيرو كاين الكبار كيلو ونص. والبراد هذا كله شرب، شرب 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 شرب. هذا كيلو ونص كيلو. ما تصادفاتش مع الشراغ السيني. لا كيضربوا الحوت تبارك الله. هاد النواحي ديال اخ فنير، هاد النواحي هاد الله يسعد. شوف ضاربين الحوت ديال بصح الرويسات. والله يجي والله يجي. ابعد مني برا هذا. لا معاك معاك، خلينا نشوف فيها. كاين ناضي. هذه اللقطة تبين أن ياسين بونو من أذكى الحراس في العالم. في نهاية وراء أحسن حارس في العالم وأذكى حارس في العالم هو ياسين بونو، فهمتيني؟ بلا ياسين بونو ما كنا غنديرو والو في المونديال. عباش عرف بونو هو اللي كاين. تحيه لبونو من هذا المنبر هذا، تبارك الله عليك. السوبر سعودي بين الهلال والاتحاد، حصل عبد الرزاق حمد الله على ركلة جزاء أراد أن يسدد، فأشار بونو إلى الجهة اليمنى ليزعزع تركيز حمد الله، وسدد حمد الله في نفس الجهة التي أشار لها بونو، وصدها بونو بكل احترافية. ولولا سوء تغطية مدافعي الهلال لما تدارك حمد الله الموقف وأحرز الهدف. إذا كنت مسلم مصر كان واحد الجزار اللي معروف في ديك القرية باللي اللحم ديالو المذاق ديالو ما زوينش. أولا نقول لكم على اللعيبة بعدا في مصر كياكلوا على القاموس، راه ما البقرة ما عندهمش، كيذبحوا القاموس عادي، كيذبحوه في نهارو كياكلوه في نهارو. نورمالمون القاموس راه كيبقى في الفريغو واحد المدة ديال 10 سنين في الفريغو، عاد كيتكال وكثر. وهاد الناس هادوك راه كياكلوا في نار. ومصر عادش دوز فيها مصر. ازيك حبيبي، عايز حاجه؟ عايز حاجه يديلو. وكان كيقول للناس باللي اللحم ديالو من اطرى واجود اللحوم ومفيده بزاف للصحه، فواخا هكاك الناس كانت كتشري من عنده اللحم ديالو. حتى لواحد النهار اللي غيكون داز واحد الخبير ديال اللحوم وغيسمع الناس كتهضر عليه، فاش غيمشي عنده اصلا؟ شوف الدراري راه اللحم غلا في المغرب اصلا، ولا كيدير شي 100 درهم الكيلو ولا. شوف قلبوا حوت، حنا تي رخص اللحم تيولي كيدير ب 60 درهم. شوف هما يغلاو اللحم، حنا ما ناكلوش اللحم الاخر، خصنا نديرو معاهم بحال هكا في هاد البلاد هادي. شتو اللحم داير 100 درهم، حنا ناكلو الحوت، حنا غنقلبو واحد. شتو نضربو 10 حوت، والله يتير خاص اللحم بالرب الجالي. سير يسر في هادشي. الجزار غيقول ليه بلي هاد اللحم ديال العجل، ولكن على الفور الخبير غيعيط للبوليس حيت شك بلي اللحم
تاع الكلاب. قضية فيها الكلاب، ضربنا الكلاب شحال هادي كانوا بمسخة الوالدين كيديروا الصوصات وداكشي، وهكا شدوهم شدوهم. ايش حال في المغرب ديال الكلاب والحمير كلينا هنايا، كان زوبنين فيه الفيتامين وكيعمر لك نص بالبصلة ويزيدك الحار ويزيدك نص خر 100 دريال. زيد زيد والصدمة أنه اللحم ماشي ديال الكلاب وحتى ماشي ديال العجل، بل ديال الإن وديال أكاوة. الزوجة ديالو الله والأعداء ديالو، وغيتحكم عليه في النهاية بالإعدام. ما تنساوش تشتركوا في البنات غادي تسمعوا الشهادة ديال الأخوات اللي كيتقداو المنتوجات. كدابة، هادو راه كدابة. اش كيديروا؟ كيصوبوا شي منتوج فهمتيني، كيبقاو يضحكوا على بنادم، كتهضر مع صحاباتها كتقول لها سيري سيفطي ليا ميساج في الجروب وكال شكريني على المنتوج وزوير، والله يعطيك الستر يا حبيبه، والله يعطيك الستر يا مليكه، ورا داكشي ناضي. ثم بارك من الكذوب، ثم بارك من الكذوب. مرحبا بكم عند حبيبة العامري. خديجة من أكادير. سمعت كذوب 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 كذوب. ألقاها لنا يا السلام. دار واحد الجيل، جيل بي، واحد الجيل خطير طالع مجهد، كلهم جنود في بابجي. دوبجي. عليكم السلام. قولي شو سميت؟ جنات. جنات قولي بلي صوت حرج. مغاش لا. قولي كتريني. شحال في عمرك؟ 13. قولي دابا الا كانت الشفرة حرا حلال، شنو اول حاجة تشفري؟ تليفونك. تليفوني. اسمع من الاخر، هادو راه قلت لك جيل بي، جيل بلاي اس بي، جيل بورتابل، جيل بي ناري مشكلة. جيل بي ما دي قالت لي نيش نضرب لك بورتابل. ايه شوف هذا الشكل الشجاعة. تليفوني. هاد النوع ديال الدريات انا ما عنديش معاك، كيكون مرجل عرفتي بشكل هذا النوع هذا. هاكا كتريني. فاش كيك بوكسين. كيك بوكسين. دابا جاك شي واحد وان فيسون تقتل ليه. شنو هو تقتل ليه؟ قول لي مرتاحة فهادشي؟ عادي عادي مول الدراري. سيد وتلقى بك في الشارع شنو غتقول ليه؟ انا خلي ضربو الا تلاقيش معاه وعصبني غادي خلي ضربو. هذا النائب البرلماني الروسي نيكولاي من كاين الحجره الدراري هذا ضربو في حجره مشى بقات في الصحه. وليد 1973 هضر يكون صحيح على الحجر، الحجره يكون صحيح عليه ما يمكنش. راجل كان ملقب بالوحش، طول ديالو 2 مترو والوزن ديالو 150 كيلو، كيتميز بالقوة وخا شكلو مخ. الضربة بواحد الحجرة فيها 150 غرام، الضربة وينعس سالينا سالينا خيف، إلا أنه إنسان محترم وعنده مبادئ في الحياة. كان ملاكم سابق ضمن فئة الوزن الثقيل وحقق بطولات في الملاكمة العالمية، وخاض خلال مسيرته 53 نزال، فاز ب50 نزال وخسر ما يخلعكمش الدراري راه كاين الحجر فهمتيني كاين الحجر 3 فقط، وفاز بالضربة القاضية في 34 نزال، وكان كيتعتبر أثقل بطل. ولكن إلا شدتك في شي بلاصة ما كاينش الحجر مشيتيها دبرتي دبرتي فيها في عالم الملاكمة. أما بالنسبة لتفسير حجمه الهائل تبارك الله، شو هو قداش هاد المرة ما عرفت كي كيدير معاها فداير هكا، حيت جد جدو كان راجل عملاق جدا. موعد مباراة الهلال والعين في إياب. شوف الهلال راه مبلبلة على الهلال راه بسبب بونو، ما باش تعرفوا بعدا الهلال كاين بونو تما تبارك الله. شوف كي طاكي بنصف نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة، وتقام المباراة على الساعة 9 بتوقيت يعني هذاك الماتش راه ماركا سميتو بونا على الهلال ما كانش بونو. السلام عليكم. مكة المكرمة على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض. الرحيمين 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 ماركة 3 في ذاك الماتش سمعتوني ما كانش بونو، كان ذاك الغارديان باكستاني ميت ياض. ما هو توقعك للمباراة؟ وانتوما مليون وهادو قلنا لهم كملوها 100,000 دير ابوني ابونا ويلا ديروا كومونتير راه والو يلا دير كومونتير. هذا كيدخلوا عنده كيهجموا عليه كيبلبلوا عليه عزب، خصنا نديروا حتى حنا بحال هاد الشيء ياك. صباح خير مليون دراري، او كسريت كرافانا كليت السوشي كليت عالم الله يتعالم هاد البلاد هادي. اتابونا صاحبي وقول امك تابونا صاحبي، سير عند ماما قول لها تابونا وتابونا وقول للناس يتابوناو.
هادشي اللي واصل ليه 4 سنين وانا خدام عليه. واش فراسكم راه نتوما اللي ربيتوني مصطك هاكي كنت الو تومون وهاكي وليت بوم شحال من حوايج دوزنا راه ليا الشطيحه من هنا تفاحه حنا والو زعما ما تخليناش نعيشوا هاد العيد والو زعما تقول هاد بلاتيراس وتلاقيت معاكم في العالم كامل من اللي بديت السوشيال ميديا والناس كيشدوا فيا ديال بصح دست من كيليميني الكيليميني مغربي حرش دابا راه وليت كنطير في العربيه وباقي ليا بزاف ما نتعلم منكم. مهم كنشكر واش كيليميني وحنا عشنا كيليويتي كيليبيتي وإليميتي تركم بزاف حيت الا نتوما ما كنتوش هنا راه ما كاينا والو. قولها لهم قول لهم يتابونوا قول لهم يتابونوا نكملوا 100000 قولها لهم يلا معايا نشدوا طريق الجوج المليون او شوف ما 100000 ما زابيوش زابيوش وانتوما هادو ماشي ديال الزواج هادو بحال هادو عندكم تزوجوا بحال هاد الماركه كيشطحوا في تيك توك وكيشطحوا في هنايا في يوتيوب واللعيبات داكشي هادو حذاري من هادو هاي هادي مزيانه كدير محتوى كطيب ماكله ماشي مشكل هادي تفرجوا فيها تزوجوا بها ماشي مشكل هادي يعني يا الشهيوات هاني. اما اللي بغا دير محتوى بالشطيح ولا محتوى بشي حاجه اخرى لا ما خدامش غنديروا لي يعني سعيد ميلاد هذا اللي كتفرجوا فيه شوفوا العزاوي اللي كتفرجوا فيه وكتخليوا ولادكم يتفرجوا دبرتوا عليا فهمتي خصكم الصرف ديال بصح فهمتيني وراه كيدخل ولد المرجان كيقول يلا ولدي شري اللي بغيتي ولدي كل اللي بغيتي وبنان بوبري ما عندوش كاين دراري الصغار كيت انسبيريو لا تيرا خير عزيزي فاش نوصلوا 40000 لايك تو 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 على السيانيس يا سلام ما بقى والو العيد ميلاد ديال يانيس عندي فكره نديروا ليه اكبر عيد ميلاد يلا اكبر عيد ميلاد يديروا لولدهم وبوفري مسكره كاين بوفري كتفرجوا فيه كومون صعيبه راه بوفري كتشارك لهم ولادهم الله العظيم طلق صافي يا راه خوتي الا بغيتو نديروا ليانيس اكبر عيد ميلاد وصلوا هذا الفيديو ل 40000 لايك ولكن ضروري يديروا الدراري ما ديروش لهم لايك ما ديروش لهم لايك وما ديروش لهم سبسكرايب وما تخليوهمش الدراري يديروا بحال هكا شوفوا ما اللي كيديروا بركه صافي قلت ماشي شي حاجه زوينه صافي بقيت غتخرجوا على الدراري الصوره صافي كيتفرجوا فيكم صافي الو سارة يلا كلشي لايك وسبسكرايب سعيد ميلاد فاش نوصلوا 40000 لايك لو اقول لك شوف هذا الدري عشيري فهمتيني السيرف داكشي يا سلام المغرب عالم تحيه لي من هنايا لحظة الحب اسبانياني هو كيحلها مول القهوة شو قهوة عرفتي وجي عندي انا بحال هادو نكون كنبيع على قهوة نضربو بداك المقراش سخون نصوب علاش التعامل ديالو كيفاش يتعامل معاك كيفاش يغوت الله يتنضربو بالله بداك الماء السخون نتو ولاد تنوض هكا نتو بلي قهوه شمال هذا نشنش من نورمال نشنش من نورمال نشنش واو شو قهوه شو قهوه وين قهوه شحال ايوا درت شليله الله يعاون هذا معاك معاك هاك تخلصك شك اي وانا ما بقيتش خاطر مور قهوه رقد تفر نسد الجزائر الله يتحماقوا بالله انت راه كتحماقوا من المغرب برا راه ما توصلوش لكشي اللي دايرين حنايا اشنو وصلوا شي حاجه كاس العالم المونديال غادي ننظموا في 2030 كاس افريقيا في 2025 فهمتي والمغرب متقدم عليكم بزاف 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 مابقاش تهضروا على المغرب اصلا أو إلى فرنسا الشرق الأوسط وأن الشعب الجزائري صار شعبا متفرنسا لا هوية له بالأخر بس صافي متعليني متعلي الوقت اللي حاب نخرج الزواج ديال الجزائر بحال هكا تعيشوا ماما نخرج الوقت اللي حاب ندخل ندخل في الويكاند نروح نسهر مع صحابي ومن بعد ما تدخليش روح ماشي كي ندخل الدار تقولي لي عيانة أني مريضة ما درتش الفطور ماشي ملي نخرج وانت تعيطي
وتبعتي بلي ميساج كريني الخرجه تاعي بلي زابيل تاعك هكا. راك هيلي شي وحدي بحالك شي دريات بحالك المرض المرضى هات صوني فينك اش درتي اش واكل مع من كاين صور لي فينك اش منين ضاير منين جاي وبزاف وبزاف تكيسو هاد الدريات شويه تكيسو. عجبك الحال يا مرا عجبك ما عجبكش هاو الباب يخرج تشوف هكا صاحبي قال مرتو ديريكت من الاخر واش بغيتي دير ليها اشنو كاين شي حاجه اخرى راك غايقول ليها بيطار مش دون مكسر من رجله وكسر من يده ومفتوح في راسه دخلت شي حد دير ملي كملت نقيت البيت تاعنا دوكا حنا نقي الكوزين ونقي لك الطوب حنا نجيبك معايا يلا نط خلاص انا ويك ما ستارا نغليك هابط نشتي في الشارع حكيمي في كرة التصويبة تاتي الله شوفوا هذا الشيء اللي كيدير هنا راه ما كيديروش في المغرب حكيمي مؤخرا والله ما بقى كيدير والو في المغرب قسما بالله شوف واش كيدير هنا شوف واش كيدير في الرقصه شوف كتاب وهنا تشافي كتاب اشرف ضرب 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 لي على حكيمي حكيمي سابق مبابا الدراري ما يمكنش هذا الشيء ما كيديروش في المغرب هذا الشيء ما كيديروش في المغرب علاش حكيمي ما كديرش هذا الشيء في المغرب علاش حكيمي علاش شوف 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 حكيمي كي غادي شوفوك حكيمي كي غادي طياره من اجل القافيه من اجل القافيه هنا كينيا من اجل القافيه ولكن تير الشتاقين تصويبه اخرى تير من جديد الشتاقين يتصدى كينيا في التسيت على هذا كيمي يا اخي خوع شيرك شكون هو؟ ماتيناش براوش قبيح قبيح امين لامين لامين ايه لوكي ستاي تما بتحب راسك سبليوني وتشوف البراوش هذيك النار لقيتي لازم خير والله الا خاصنا هذه يمين لامان براوش ولا الخوت هو اللي خاصنا باقي في المنتخب عرفتي كتحنقد الروتو الرجي ولا كنتي لاعب كاع اش غيقطع ما ندوز عليك اي اي الزعامات زعمتي عليا مقريك بوك صايب لي شبس منا خليه يفطر بيه عبالي فيه الشوع وخاصو يفطر طن طنو جا اخر مره بقاش بيا يعني العجل وكان حكيم حكيمي يا اخي خوع هاي المعايا تكون مع شي وحده ومزوج وحاصل وشدك مرتك في الزنقه يلا تفرج تفرج هادي راه هادي راه كنضرب عليا يا نهار حتى ما عرفتش واش عيط له لا ما عرفتش علاش والله ما جاتنيش الصراحه كنت دابا عندي مشاكل في الطاك ده الصراحه فهمت غادي نطلق نجلا ونتزوج بكنسي لا شو ما عندك وليداتك معها واخا مشاكل مدرستني ديما مشاكل تغاطس نعلم ولا رجعت رياضيه بقات كتبغي درامنا في الدار بهذا المشاكل هذا ولا بصراحه شو ما تهدرت وليداتكم دابا شوف ما انا الصراحه انت لا تصلح لي نتزوج بك انت تصلح لي رياضيه غتكمل معايا المسيره ديالي هذاك صافي هادشي يا جايه المسيره جايه الرياضيه جايه اسمعش بيت اسمع اسمع شكون هذيك اللي معاه اسمعني الصروف دابا شوف ديال شي حل مع المراه ديالك ولادك حيت دابا انت عندك وليدات انا ما عايش المشاكل ودابا انت تزعلي احسن مني فهمتي دابا انت رياضي الكاميرا معاه خويا السلام عليكم المهم العام الجاي راه رمضان العام الجاي راه نكون معاهم فهمتوني راه عيطوا لي المره الجايه غادي نكون كنمثل ان شاء الله حتى انا يعني عم جان وليت انا ممثل وداكشي علاش غيرت الشعر فهمتيني نمثلو داكشي ديال عبد الموحدين وداكشي داكشي القديم نمثلو فهمتيني المهم كاع اللي راسطه يجي فهمتي كاع الراسطه قالو يجيب شي 1000 راسطه فهمتي كاع اللي عنده شي شعر وداكشي غادي يمشي المهم دوزها ان شاء الله ديريكت فهمتي سام اجيت داك الحمق اللي كتعرفو ما كتعرفوش انت غير صرفك هادشي شحال ما جمعتني الكاميرا معاه